كرة القدم الألمانية في ذروة نجاحها. الأندية العالمية الكبرى تتصيد كبار النجوم الألمان، وألمانيا تستمر بدورها في إنتاج المواهب المتميزة، والسبب يعود إلى نظام يحقق أرباحاً بالملايين. بدأ الأمر في عام 2000، ألمانيا خرجت من بطولة أوروبا المقامة في بلجيكا وهولندا من الدور التمهيدي. متوسط أعمار لاعبي الفريق 31 سنة ونصف، مع غياب للمواهب الشابة. بطولة أوروبا 2000 كانت الحدث الذي جعل المسؤولين يدركون أن عليهم القيام بعمل ما. في عام 2001 أجري تغيير جذري على نظام دعم المواهب الشابة. التقى ممثلون عن الاتحاد الألماني وأندية الدوري بعد أشهر من كارثة بطولة أوروبا، وقرروا إصلاحات شاملة تتضمن استثماراً سنوياً قدره 10 ملايين يورو لإعادة ألمانيا إلى الصدارة العالمية. للمرة الأولى يشمل الدعم الصغار بين 11 والثانية عشرة. كارل من أفضل اللاعبين في ناديه، اكتشفه مدربو المواهب في الاتحاد الألماني. يريد كارل أن يصبح لاعباً في المنتخب كآلاف الأطفال الآخرين في سنه. مشكلتي هي السرعة، فأنا لست سريعاً في الانطلاق كآخرين، لكن لدي المهارة العالية والبراعة في التمرير، وهذه في الحقيقة نقطة قوتي الفعلية. في ألمانيا يعمل 1300 مدرب في 366 مركزاً على كشف جميع المواهب، والنخبة الشابة تشجع وتدرب. عندما أرجع من المدرسة يكون الوضع صعباً، وقت الفراغ قليل، أباشر واجباتي المنزلية وأدرس قليلاً ثم أذهب إلى التدريب، وفي كل مساء أريد أن أكون في السرير قبل 8، وهو أمر يتعلق إلى حد كبير بالطريقة التي ألعب بها. أعتقد أن اكتشاف المواهب أصبح أشمل وأكثر حرفية، وهناك جدية أكبر في التفكير بشأن المواهب وتنميتها، لكني أعتقد أنه كان هناك اهتمام بمن يستطيع إثبات نفسه. هنا يهمنا فقط ما هي النتيجة التي يمكن الخروج بها خلال 10 سنوات. أندية الدوري الألماني هي المستفيدة من كشف المواهب، وهي تستقبل أفضل المواهب في مراكز تدريب الشباب التي يتم توظيف 130 مليون يورو سنوياً في بنيتها التحتية. يمتلك نادي شالكة أحد أنجح المراكز، ومنه خرج نجوماً من أمثال مانويل نوير ومسعود أوزيل. لم نعد نلعب على ملاعب رملية، ولدينا إمكانيات تأهيل فني أفضل كثيراً. دائماً ما كان يقال لنا إن ألمانيا تنال الألقاب بالعمل المدروس، لكن لدينا أيضاً لاعبون بارعون. للمحافظة على نوعية التدريب يستعين اتحاد الكرة الألمانية بخبرات دولية، وعلى غرار وكالات التصنيف الائتماني تقوم شركة دوبل باس البلجيكية بتقييم وترخيص مراكز تدريب الشباب الألمانية. ووفقاً لمعايير كمؤهلات الموظفين ونوعية مواد اللعب أو ترابط البنية التحتية، يتم منح نجوم من 1 إلى 3، وهذا حافز لأندية الدوري للاستثمار في الشباب. أدرك الألمان أن تنمية المواهب ليست هدراً للأموال، وإنما هي استثمار يعيد بالأرباح ووسيلة لتجويد اللعب. وقد خطط الاتحاد الألماني لكرة القدم لكي لا يتخطاه المنافسون في المستقبل. في عام 2017 سيقام هنا في فرانكفورت مشروع القرن، أكاديمية الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث ستجتمع مجالات التعليم والتأهيل الرياضي والأبحاث، وكأنها مصنع أفكار لكرة القدم. علينا ألا نستكين ونتابع تطوير أنفسنا، ومن المهم جدا بعد بطولة العالم ألا نعتقد أن النجاح سيحالفنا طويلا. مسؤولو الاتحاد الألماني لكرة القدم يريدون مواهب أفضل على الدوام لإثبات الذات على الصعيد الدولي. الأطفال من أمثال كارل هم رصيد واعد. أشتاق إلى التدريب القادم ولا أشعر بالاكتفاء أبدا. لا يترك أي شيء للصدفة. تحويل كرة قدم الشباب إلى الاحترافية عملية جارية على قدم وساق، ولا تدخر في سبيلها الأموال، وكل هذا من أجل النجاح.